بمناسبة يعني الحكم في اللائحة الاسترشادية، هل استكمل بيها النادي الأهلي وموقف النادي الأهلي هل هو صحيح ولا مش صحيح؟ لكن يوم الخميس ده هنشوف الأمور دي، عشان كده لازم يكون معايا في الاستوديو كلام عن هذه الأمور الخاصة بما حدث في الفترة السابقة مع النادي الأهلي أو النادي الأهلي مع اللجنة الأولمبية وبعض الأمور الخاصة بهذا الموضوع. معايا أستاذ محمد أبو الخير الناقد الرياضي الكبير، وأيضا أستاذ أسامة دعبس طبعا الناقد الرياضي الكبير. أستاذ محمد برحب بحضرتك. منور. منور حبيبي. حاجة جميلة. ربنا يخليك. نموذج للنادي الأهلي وبتمنى لك حبيبي حبيبي. أيضا أستاذ أسامة برحب بحضرتك أسامة. برحب بيك يا كابتن محمد، سعيد أنا معاك وسعيد جدا إن أنا مع الأستاذ الكبير والصديق العزيز أستاذ محمد أبو الخير. حبيبي ربنا يخليك. طبعا قبل بس ما نبتدي الحوار خلينا كنا بنتكلم على دولاب بطولات النادي الاهلي ومتحف النادي الاهلي وبعض المباريات الوديه العالميه اللي ممكن يكون النادي الاهلي في الفتره القادمه ممكن بيتفق عليها من خلال طبعا مدير التسويق بالنادي الاهلي استاذ نادر خليل. نادر مساء الخير عليك. تحياتي ليك يا نادر. ربنا يخليك. يعني قول لنا فكره دولاب البطولات ومتحف النادي الاهلي، الفكره جت ازاي وتطوراتها ماشيه ازاي؟ لا هو لسه مش متحف، متحف دي ان شاء الله الخطوه البدايه بتفضل الاستراتيجيه بتاعتنا البدايه، لكن احنا بس مجرد الدولاب مبنى الاجتماعي بتاع النادي الاهلي فكرنا في كذا كونسبت وكذا ديزاين بيعملوه الانديه الاوروبيه، ازاي يكونوا بيذكروا الكؤوس بتاعتهم او عندهم حاجه اسمها تروف زون او ركن الكؤوس، بياخدوا الكؤوس بتاعتهم بيعرضوها بطريقه معينه، بيبقى في مصمم معماري بيعمل لهم الديزاين بتاعتهم، فاحنا درسنا كذا نموذج انديه اوروبيه وعملنا زي نموذج مصغر كده هو لدولاب بطولات النادي الاهلي، وهيتحط فيه اهم 20 قطعه او اهم 20 كاس في تاريخ النادي الاهلي، بتضم درع الدوري، بتضم كاس مصر، بتضم جائزه نادي القرن الافريقي، كل القطع الكبيره المهمه في تاريخ بطولات النادي الاهلي هتكون موجوده فيه. وفعلا جبنا الشاري وجبنا الديزاينر بتاع الدولاب وبدانا ننفذ فيه بقى لنا شهرين اهو، والحمد لله ان شاء الله بكره هنتيح اكثر عنه، وتكون ده بدايه للناموس ده هيكون بيتكرر في كذا مكان جوه النادي، وزي ما انت قلت هنكون مقرره في متحف النادي الاهلي بقى اللي هيكون مش بس فيه كؤوس، ده هيبقى فيه مقتنيات، هيبقى فيه اهم قطع لبندق النادي الاهلي. طيب يعني بالنسبه لده للدولاب البطولات ده هيكون بكره ان شاء الله هيبتدي يصدر الستار عنده ان شاء الله، او هنشوفه بشكل طبيعي ان شاء الله في فرع الجزيره. مظبوط مظبوط كده يا فندم، بكره الساعه 3 ان شاء الله. طيب بالنسبه للمتحف اخر التطورات فيه نفسه، يعني المتحف نفس النظام برضه احنا كنا اتكلمنا مع ديزاينرز كتير واستشاريين كتير ورونا كذا كونسبت يكونوا موجودين في المتاحف الدوليه، يعني والمتحف مقتنياته كتير، وده عمليه اول حاجه احنا نجمع المقتنيات دي من الناس اللي هم بيحبوا النادي الاهلي ويحتفظوا مثلا بزيت على التيم، الناس هم عندهم حاجات موقعه مقالات الفراغ القديمه، ده هيبقى مشروع كبير قوي هنفكر فيه، ولكن مرتبط طبعا بالفكره الهيكله الطبيه بتاعت النادي الاهلي وشركه الكوره، واللي يكون عندك استاد واللي يكون عندك متحف واللي يكون عندك شركه تشترك في الفلوس التجاريه، فده المشروع الاستراتيجي الكبير، لكن احنا دايما بناخد خطوات صغيره عشان نوصل للهدف الكبير. طب يعني نادي الخليج كلامكم كنا بنقول الخبر ده بخصوص المباريات الوديه العالميه اللي ممكن تكون بتتعرض في الفتره الحاليه، قول لي ابرزها وايه الفكره عند الاداره التسويقيه في النادي ومجلس الاداره والفريق بشكل عام يعني. بص احنا دايما مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي والاداره الانديه احنا عارفين ان احنا موجودين في المتاحف الدوليه ديت عشان بتعمل ليها بعد تسويقي مش بس تجاري او عند النادي، لكن من اجل نكون موجودين في المتاحف الدوليه افضل من اسم النادي الاهلي. يمكن عشان كده اخر حاجه عملناها في المتاحف الدوليه دي عملناها على مستوى قطاع الناشئين، اللي احنا تواصلنا مع نادي بونك في دوت بلوك بينظم الناشئين مجموعه جوائزها 31.5 مليون بالدوري الضخم، وكمان احنا موجودين في شرق اسيا كاول نادي عربي وافريقي يكون موجود يلعب في بطوله اسيا، فعلى مستوى الفريق الاول على مستوى الفرق ان شاء الله هنهتم بالماتشات ديت، ولكن دلوقتي لسه اهو بنبدا الدوري كاول ضخم وهيكون فيه ان شاء الله خير كتير من الانفلونزا. ان شاء الله كل التوفيق لك يا نادر، واكيد يعني مجهودك باين باستمرار يعني انت وكل من له امور خاصه طبعا بالنادي الاهلي واللي بيحاول عمليه التطوير في النادي الاهلي بشكل كبير سواء تسويقيا او حتى جزء من التذاكر، واكيد انت مشترك في هذه الجزئيه ايضا، يعني اتمنى طبعا النادي الاهلي دايما باستمرار في تقدم مستمر. نادر خليل المدير التسويقي للنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. استاذ محمد يعني خليني قبل ما اروح اقول يعني برضو بنبارك لاعضاء النادي الاهلي فرعهم الرابع الحمد لله تم استلام الفرع النهارده، واول مسمار النهارده بيتحط فيه، الصور هتتعرض هتبقى معانا حالا،
وهيكون معانا طبعا رئيس الاداره الهندسيه ان شاء الله المهندس اسماعيل هيكون معانا هيقول كل التفاصيل الخاصه بيه. هم 50 فدان في منطقه النوادي اللي موجوده بالتجمع الخامس. الف مبروك لاعضاء النادي الاهلي، وان شاء الله يكون استثمار، ده كله ده انفستمنت وكل ده داخل للنادي الاهلي بشكل جيد، بيوسع القاعده الكبيره للنادي الكبير العظيم هو النادي الاهلي باستمرار. هيكون معاكم امامنا دلوقتي صور هذا الموقع، وطبعا لسه صحراء ده استلام، احنا بنحط مسمار كده لكن المهندسين ابتدوا يحطوا اول مسمار زي ما بنقول في هذا الفرع، فرع الرابع للنادي الاهلي. استاذ محمد خليني ابتدي مع حضرتك وكلامنا عن اللجنه الاولمبيه والنادي الاهلي. طبعا حتى الان النادي الاهلي مش عايز يعمل اي مشكله او يوقف اي عمليه انتخابيه في الفتره القادمه، بالرغم من ان اللائحه الخاصه به تم الاقرار من خلال طبعا اعضاء ال 15,000 عضو اللي جم، لكن النادي الاهلي فتح باب الانتخابات على اللائحه الاستشاريه الخاصه باللجنه الاولمبيه، ولكن ما زال احنا بقول يوم الخميس هيكون فيه قرار من لجنه النزاعات والتسويه في اللجنه الاولمبيه بخصوص هذا الامر، لكن بتشوف الامور دي وقراراتها في الفتره الاخيره تاثيرها على الرياضه وعلى النادي الاهلي بشكل كبير ممكن يعني يكون عامل ازاي؟ هي بالتاكيد ما حدث ما بين الاهلي واللجنه الاولمبيه في الفتره الاخيره اضر كتير جدا بالاهلي، بالصوره الذهنيه عند الناس، اضر ب كبل ايدي مجلس الاداره برئاسه المهندس محمود طاهر في اظهار، وايضا حقوق الجمعيه العموميه في اظهار لائحه خاصه للمره الاولى. يبقى النادي الاهلي عنده لائحه خاصه تعبر عن امال واحلام وافكار متجدده لمجلس الاداره واعضاء الجمعيه العموميه. لكن انا عايز اعود بس واعرج تاني على الحكايه ديت. انت قلت في نهايه الخبر انه بتبارك لملايين من اعضاء النادي الاهلي او من محبي النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، ده هو الصور على بتاعت الارض النهارده. نعم دي حاجه جميله جدا جدا، انا سعيد يعني فعلا كيان يعني بيتوسع، كيان بيكون موجود عشان اكتر عدد من محبي النادي الاهلي يبقى متواجد. يعني ده المهندس اسماعيل كتيبه المقاتلين مهندسين مهندسي النادي الاهلي المخلصين بيتسلموا ارض، انا بقول الهرم الرابع للنادي الاهلي. انا كنت بقارن ما بين الاهلي النهارده بيستلم ارض جديده بيامن مستقبل اجيال واجيال من النادي الاهلي. عدد انت عارف عدد المساحه النهارده في النادي الاهلي بقت صغيره، عدد الاعضاء العاملين في النادي الاهلي اكتر، فكره اعاده جغرافيه وهيكله النادي الاهلي، هيكله المكان، ما يبقاش عندنا المبنى التاريخي فقط في الجزيرة لكن يبقى عندك في التجمع 50 فدان في من أرقى المواقع، بيبقى قريب جدا من كل المناطق السكانية، يؤكد أنه الأهلي ينتمي إلى محافظة القاهرة، وهذا اتفاق إداري أنه ينتمي لمحافظة القاهرة، وبالتالي لابد أنه يكون عنده أكثر من فرع، وكل الاحترام طبعا نبقى ونفسي يبقى عنده 100 و200 فرع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. أنا بقول النادي الأهلي النهاردة بيبني للمستقبل، ومجلس هذا مجلس يعني تاريخي، المجلس الحالي مجلس تاريخي، لأنه كان من الممكن أن يتوقف عن تنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى في السنوات المقبلة للأجيال المقبلة، وكان من الممكن أن يظل أفكاره ثابتة ويبقى يعني يتفرع كما يريد البعض في فكرة المواجهة مع اللجنة الأولمبية. لكن الأهلي زي ما هو عودنا تماما على مدار تاريخه أنه بيحترم كل الأفراد المنظومة والدولة المصرية بكل سلطاتها والأفراد القائمين على القرار الرياضي، استمر في السير في اتجاهين، اتجاه أنه بيحضر الانتخابات، واتجاه الآخر يا أستاذ أسامة كابتن محمد أنه بيطالب بحقوقه، وحقوقه اللي هي بتقول أنه هو رافض على قرار اللجنة الأولمبية، وبالتالي من أحقيته أنه هو يلجأ إلى لجنة المنازعات. لكن أنا عايز أقول لك أنه انت انا يعني المح هناك يعني صعوبه كبيره جدا في الفتره الجايه للانتخابات، لانه يعني النهارده انت بتحرم يعني زي قلنا شق اللائحه، احنا عندنا ازمه كبيره جدا واشكاليه مهمه جدا، وهي
ابناء النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد في 6 اكتوبر. كيف انك تحرم هؤلاء ابناء النادي الاهلي من المشاركه في العمليه الانتخابيه؟ كيف انك تحرمهم من ان هم يختاروا مجلس اداره الجاي، سواء ان هم يؤكدوا يعني وفائهم ويؤكدوا كلمه شكر مهمه جدا وتحيه مهمه جدا لهذا المجلس اللي عمل هذا الفرع؟ او نعم انا كنت عايز اتكلم عن الموضوع ده، لان بس انا كنت عايز اخد بس راي حضرتك في الاول على القرارات الاخيره. انت ماشي كده، عامه انت بعت جواب تستفسر فيه عن وجود اعضاء فرع الشيخ زايد بانتخابهم ولا لا، او بصحه انتخاباتهم لو كانوا اشتركوا في الانتخابات. صحيح صحيح. ولا لا حتى الان، حتى الان ما فيش قرار واضح. لكن انا عندي النهارده، عندي كابتن محمد حكم محكمه نهائي. هذا الحكم بيقول انه احقيه اعضاء نادي او نادي الاهلي في فرع الشيخ او مقر الشيخ زايد ان هم يشاركوا في العمليه الانتخابيه واحقيته. وبالتالي كيف ان انت النهارده هم شاركوا في الجمعيه العموميه، كيف النهارده ان انا امنحهم ان هم يشاركوا في العمليه الانتخابيه؟ طيب اذا انت ما شاركتهمش في العمليه الانتخابيه، طيب ماذا يحدث اذا حصل حد رفع قضية على أساس أنك ما طبقتش الحكم نفسه؟ يعني أنت النهاردة لما تبقى رئيس النادي الأهلي يا كابتن محمد ويجي لك حكم، أنت عليك حقوق وواجبات. من الحقوق والواجبات أنك تنفذ الحكم القضائي. صحيح. أنت لو ما نفذتش الحكم القضائي تتسجن. يعني الفكرة فين؟ البعض بيقول لك لا ده يروح لهيئة المنازعات. لا، ما هيئة المنازعات لابد أن أنت تحترم الحكم القضائي اللي صدر. وبالتالي أنا مش شايف أي مبرر منطقي. وأنا بشعر أن هناك تعنت من مسؤولي اللجنة الأولمبية في عملية أنه عدم الرد الصريح والمنطقي لمدى أحقية أعضاء النادي الأهلي في فرع الشيخ زايد أن هم يشاركوا في العملية الانتخابية. شخصيا أنا أزعم أنه من حقهم، وأستند إلى القرار أو الحكم القانوني الذي صدر بأحقياتهم. وبالتالي كيف يعني أنا مش شايف ما هو المنطقية في عدم مشاركتهم، بصرف النظر هيدوا لمين أو هم مع قائمة مين. لكن الحق الديمقراطي بيقول حقوقهم الديمقراطيه ان هم يشاركوا في هذه العمليه الديمقراطيه. والا يعني اعتقد، لا اريد ان اردد كما يتردد البعض بانه هناك مصلحه من البعض يريد انه يعطل مشاركه اعضاء الشيخ زايد او فرع النادي الاهلي في 6 اكتوبر في هذه العمليه الديمقراطيه وهذا العرس التاريخي الديمقراطي الجميل جدا للنادي الاهلي. طيب استاذ اسامه، يعني برضه تقريبا نفس السؤال بالنسبه لحضرتك، ويعني اللجنه الاولمبيه ومن ساعه ما تولت مسؤوليه الرياضه المصريه في الفتره اللي فاتت وتواجدها مع الانديه والجوابات اللي اتبعت، سواء بقى اللوائح او اللائحه الاستشاريه بعتتها لبعض الانديه، في انديه مشيت عليها وفي بعض الانديه ابتدت يعني خلاص اقرت باللائحه بتاعتها الخاصه. لكن تقييمك للجنه من ساعه ما او اللجنه الاولمبيه من ساعه ما استلمت الرياضه المصريه حتى الان وموقفها مع النادي الاهلي، وجهه نظرك؟ هو للاسف انا اسف، للاسف احنا بنعيش فتره سيئه جدا، فتره الرياضه المصريه الحاليه بسياسه خاطئه، بسياسه متجنيه، بسياسه خارج عن النص من اللجنه الاولمبيه المصريه. الكلام ده قلته قبل كده وهقوله كتير جدا. اللجنه الاولمبيه المصريه بتشتغل بمزاجها، بتفصل لوائح، بتعمل كل حاجه مخالفه للقانون. كون اللجنه الاولمبيه المصريه ترفض او تنصاع لحكم قضائي نهائي بات واجب النفاذ، انا ما اعرفش جايبين القوه دي منين. يعني إن ازاي انا اصلا كجهه ارفض تنفيذ حكم واجب النفاذ، هو الحكم صادر بالفعل كده. اللجنه الاولمبيه بتماطل، وانا بقول لك هتماطل، واللجنه الاولمبيه مش هتبعت، واللجنه الاولمبيه مش هترد على اي استفسار يخالف هواها. اي استفسار او اي راي مخالف لرايها مش بيحصل. عمليه تشويف يعني؟ هو بيحصل وحصل قبل كده، اخرها مثلا في كل الاتحادات اللي هي اللجنه الاولمبيه متخيله انها ضدها، او بمعنى اصح ان الناس اللي هتيجي هتبقى ضد هشام حطب. كل هذه الاتحادات تعرضت للتنكيل، تعرضت لاقصاء في معظم الاتحادات في الانتخابات. كل نتائج الانتخابات واضحه جدا، واضحه يا رجل. اول مره في تاريخ الرياضه المصريه مجلس اداره اللجنه الاولمبيه بيجي بالتزكيه. كل المجلس الاداره يجي بالتزكيه من اول الرئيس لغايه العضو. دي اهانه في حق الرياضه المصريه. هم لغايه ما وفقوش اوضاعهم، دي اهانه والله، اهانه في حق الرياضه المصريه، اهانه في حق اللجنه الاولمبيه المصريه. ان المجلس ده يعمل الـ انا اسف التعبير، سلق بيض كده في القانون واللائحه بتاعتهم علشان يجوا كلهم وياخدوا الاماكن في اللجنه الاولمبيه بدون
يعني بدون ادنى يعني حمره للخجل زي ما بيقولوا، يعني مفيش توافق اعضاء اصلا. انتخابات حصلت بدون لوائح، لائحه المفروض الجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه تبص فيها تناقشها، ما تعرضتش على الجمعيه العموميه بتاع اللجنه الاولمبيه، دي اولا. ثانيا مخالفه القانون يستوجب زي ما الاستاذ محمد قال، يستوجب العزل والحبس، العزل والحبس. انا عارف المفروض اي جهه متضرره من عدم تنفيذ هذا الحكم تلجا للقضاء مره اخرى، محدش يجي يقول لي اللي هيلجا للقضاء اللجنه الاولمبيه تشطبه عشان بيخالف القانون الرياضه. اللجنه الاولمبيه نفسها بتلجا للقضاء، اللجنه هشام حطب كل يوم في المحاكم، اللجنه الاولمبيه كلها معظم اعضائها قدام القضاء وبيلجاوا للقضاء وبيوحوا للناس اللي معاهم يلجاوا للقضاء. اخرها اتحاد العاب القوه قالوا لهم روحوا ارفعوا قضيه. يا سيدي لغايه دلوقتي تتخيل، هديك مثل بسيط قوي من تفصيل اللوائح، اللي بيحصل. المفروض اللائحه بتاعه الاتحاد او الجمعيه العموميه يتم الدعوه ليها في خلال 30 يوم، اتحاد العاب القوى عملها 29 يوم، يعني كان فاضل يوم. يعمل ايه اللجنه الاولمبيه؟ عمل تعديل في اللائحه اللي مفصلينها، لائحه التفصيل عملها. على راي الدكتور وليد عطا، انا وليد عطا والله العظيم انا بيني وبينه يعني اختلاف كبير جدا. انا وليد عطا عاملين زي نائل وكبير، انا قلتها قبل كده يعني. انا بتكلم على لائحه، يا سيدي مين اللي بيعمل الجمعيات العموميه؟ الاتحاد ولا اللجنه الاولمبيه؟ انا كاتحاد بلي المفروض انا اللي بدعو للجمعيه العموميه، انا اللي بستلم تفويضات الجمعيه العموميه، انا اللي بشرف على العمليه الانتخابيه كلها. خد الموضوع ده من الاتحاد العاب القوى وخده لنفسه اللجنه الاولمبيه، هي اللي بتصدر خطابات التفويض، هي اللي بتستقبل جوابات المندوبين. اللجنه الاولمبيه مش اتحاد العاب القوى، اللجنه الاولمبيه انا ما بقولش اتحاد العاب القوى كشخص، انا بديك نموذج. لما يجي اللائحه نفسها يتم تغيير فيها بند بالقانون، هم دلوقتي بيتلعبوا بكل حاجه، كل حاجه تحصل يقوم مغيرين في يعني هي اللائحه بتاعتهم ملكهم. في ترزيه بتشتغل في الموضوع ده. يعني لما يقول لك ايه اجتماع مجلس الاداره وترسل استمارات المندوب الى اللجنه الاولمبيه المصريه، يا سيدي ده انتخابات اتحاد مش انتخابات لجنه اولمبيه، ازاي اصلا انت تاخد الاستمارات دي؟ ازاي انت اللي توجه الدعوه؟ انت بتوجه الدعوه لاعضاء انت على مزاجك واعضاء تانيين ما توجهتش لهم الدعوه. تيجي المفروض احنا قلنا النقطه اللي انا قلت لك عليها، المفروض في خلال 30 يوم بيقول لك تجتمع الجمعيه العموميه للاتحاد اجتماعا عاديا مره كل عام حتى يوصل اليه، وتوجه الدعوه لحضور اجتماع الجمعيه العموميه عاديه كانت او غير عاديه تضمنت بند انتخابات او لم تتضمن قبل موعد الانعقاد بمده لا تقل عن 15 يوما، بمده لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد عن 30 يوم. 15 يوم هم رفضوا الاتحاد العاب القوى يوم، وهم عملوها هنا في اللائحه 15 يوم. ده كله ده اسمه سلق قوانين، سلق لوائح. اولا اللائحه اصلا مخالفه للقانون والقانون مخالف للدستور، عندنا عمليه عك بتحصل في اللوائح بفضل من يقوم على الرياضه المصريه في هذا التوقيت. طيب يعني استاذ محمد خليني اكلمك واحنا داخلين على انتخابات النادي الاهلي. ومازال النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك احنا يوم الخميس مفروض في قرار مفروض من لجنه التسويه والمنازعات باللجنه الاولمبيه بخصوص الموضوع اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي وصحه الموقف النادي الاهلي او من عدمه. صحيح. لو النادي الاهلي او تم الحكم للنادي الاهلي بصحه موقفه وانت فاتح باب انتخاباتك على لائحه اللجنه الاولمبيه او اللائحه الاسترشاديه. ما هو الموقف؟ الموقف انك تمشي على اللائحه بتاعتك اللي الاعضاء الجمعيه العموميه لل 15,000 من المخلصين من ابناء النادي الاهلي راحوا صوتوا عليه. انت فاتح على اللجنه على اللائحه الاسترشاديه، فاتح باب الانتخابات على اللائحه الاسترشاديه. لكن انت لو عندك في اللائحه الجديده، ما احنا بنفترض انه لجنه المنازعات قالت احقيه النادي الاهلي في اللائحه بتاعته او موقفه صحيح، وبالتالي انت ترجع لنصوص بتاعتك ومن خلالها تطبق. اصل انت ما عندكش يعني زي ما انت بتلعب بالقضاء وديمقراطيه، اقبل السلبيات واقبل الايجابيات. انت تعرضت كنادي اهلي لسلبيات كثيره جدا، وبالتالي انك تعمل. لكن انا هقول لك نفترض انه ده يعني نتجاوز الحته دي، نعمل الانتخابات. لكن انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. طب انت برضو لو افترضت انه رفضوا في لجنه المنازعات، ما هو الحل امام النادي الاهلي؟ هل يستسلم؟ انا اعتقد لابد ان هو لا يستسلم، لانه في النهايه انت كنت واضح، انت عملت حقه بقى يلجأ في الوقت ده للمحكمه الرياضيه الدوليه. صحيح يا اسامه، انت عملت طريق وقلت انا من حقي انا احترم قرار اللجنه الاولمبيه، لكن انا يعني بعترض. قال لك روح لجنه المنازعات، رحت لجنه المنازعات
وهناك الحقيقه يعني كل التقدير والاحترام للناس القائمين عليها، لكن في نصوص مش واضحه، في قرارات مش واضحه خالص ولا غير منطقيه. لكن انا بفترض النهارده ان هو رفض اللي انت من حقك انك تروح اللجنه الاولمبيه الدوليه، من حقك انك تستكمل الطريق زي ما هو اتحدد ليك. لكن انا اشعر بانه يعني انت بتفرض علينا، انت بتلعب انتخابات، تشعر وكان اللجنه الاولمبيه بتلعب الاهلي انتخابيا، يعني تشوف ايه الدفوع اللي ممكن في صالح جبهه ما فتعمل لك قرار في صالح جبهه اخرى. ايه الدفوع يعني اللي في صالح جبهه ما مثلا؟ يعني انت ما انت لازم يكون عندي جبهتين النهارده مثلا، محمد وشادي انتوا الاثنين نازلين، انا يعني لازم ابقى فير كجهه محايده او كجهه اداريه على الاقل يعني. ده اللجنه الاولمبيه تبقى محايده يعني؟ هتبقى محايده. ده هم اللي عاوزينهم بياخدوهم في اللجنه المقر الانتخابي بتاع بعض الاتحادات اللي هم عاوزينها، بعض المرشحين عاملينهم في قلب اللجنه الاولمبيه. لا مش معقول. والله العظيم المقر الانتخابي بتاع بعض المرشحين في بعض الاتحادات اتعمل في والخريطه اتعملت في قلب اللجنه الاولمبيه. فيرفي ما فيش حاجه اسمها فيرفي. هل هذا كلام يعني؟ ما فيش حاجه اسمها. الحقيقه من الناس انا ازعم يعني هو صديق شخصي طبعا وصحفي احنا كلنا بنتعلم منه في حاجات هو متخصص في شؤون الاتحادات يعني اكثر درايه بشؤون الاتحادات وعمليه اللجنه الاولمبيه. لكن انا عايز اقول لك يا كابتن محمد انت ما ينفعش ما تبقاش عادل. انا مش شايف انت مش عايز تبقى عادل ليه في مجتمع احنا او في دوله مصر الجديده اللي احنا بنريد ليها ان هي تبقى شفافه في كل شيء. بصرف النظر انا لو عملت قرار فير ويصب في صالح سين او يصب في صالح صاد ما فيش اي مشكله، لكن لابد انك تبقى واضح يعني الف ب ديمقراطيه شفافية. لا يجب ان انا اخر قرار حسم عملية مشاركة ابناء النادي الاهلي في مقر الشيخ زايد او فرع الشيخ زايد انه مشاركتهم في العملية الانتخابية. كيف ان انا كل شوية عمال اسوف وابعت ردود مبهمة وغير واضحة على الاطلاق وكأنه الذي يقوم بكتابة هذه الردود سوف يعني يريد الا يحاسب امام التاريخ زي ما بيقولوا او امام الجغرافيا او امام يعني امام ربنا على الاقل او امام ضميره. لكن في النهاية لا يوجد وضوح. يعني انا الامر واضح يا كابتن محمد، لما يبقى عندي حكم قضائي نهائي بيقول انه الناس اللي هم ابناء النادي الاهلي في الشيخ زايد ان هم شاركوا في العمليه الانتخابيه، ما الذي سيدير اللجنه الاولمبيه؟ دي قصه ثانيه يعني بقى يعني استاذ محمد. لكن انا انت عملت لي النهارده وكنت تريد تصدير مشهد النادي الاهلي وكانه يقف ضد اصحاب القرار الرياضي في مصر او ضد الدوله المصريه. لكن الحمد لله اللجنه الاولمبيه مش الدوله. نعم اللجنه الاولمبيه اصحاب القرار الاداري مش الدوله. هم كانوا يقولوا انت بتعترض على الدوله وانت ضد الدوله، كلام مقعر كبير كبير وهم يعني لكن ثبت عدم صحته الحقيقه. يعني انا لسه كنت عايز اخش في جزئيه، اصل انا عايز حته كده عشان اللجنه الاولمبيه زي ما نقول ايه عملت معضله كبيره جدا لانتخابات النادي الاهلي في الفترة اللي فاتت. في انتخابات كتير مش الاهلي بس. يعني انا بتكلم على احنا في قناة الاندية يعني انا معايا طبعا المهندس اسماعيل مصطفى رئيس الهيئة الهندسية او الادارة الهندسية بالنادي الاهلي. طبعا مبروك الف مبروك باشمهندس يعني على فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس، دي حاجة جميلة جدا. عرضنا الصور ويا ريت واحنا بنعرض الصور كده ايه بعض المعلومات عن هذا الفرع الجديد للنادي الاهلي، ومبارك طبعا لاعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بهذا الفرع الجديد. اولا مساء الخير عليكم جميعا. تحياتي لحضرتك. النور اهلا وسهلا. ومساء الخير على ضيوفك الكرام. ربنا يخليك. اهلا بحضرتك. وطبعا انا بيسعدني جدا المقدمه اللي حضرتك عملتها يا كابتن فاروق، لانها فعلا النادي الاهلي الرياضي فرع القاهره الجديد يعتبر الهرم الرابع للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. وهو امتداد لاعضائه. والحقيقه عايزين نتكلم بس شويه على الارض. وازاي وصلنا للاستلام بتاعهم بقى. تمام، اتفضل يا فندم. اولا بس حدي نبذه بسيطه عن الارض. هو مسطح الارض حوالي 50 فدان تقريبا في مكان منطقه رقم 2 للنوادي شرق مدينه القاهره الجديده. الحقيقه ال 50 فدان تم طرح مناقصه كبيره بالاكبر مكاتب استشاريه في مصر زي ما انتم شايفين كده مسطح الارض، واحنا واقفين امبارح ان شاء الله من دقر الحدايد إذانا ببدء مشروع القاهره الجديده للنادي الاهلي. يلا مبروك ان شاء الله. مبروك علينا ومبروك على النادي الاهلي ومبروك على مجلس اداره بقياده المهندس محمود طاهر. حقيقي الف مبروك. الحقيقه هذا الرجل الفاضل بندين له باستلام الارض امبارح، لانه بذل ما في طاقته حتى يحافظ على الارض انها تضيع من النادي الاهلي. الحقيقه جميل جدا. المهندس محمود طاهر
من الناس اللي هم يعني الحقيقه كان ليهم فضل كبير ان احنا نستلم الارض امبارح. كذلك لا ننسى الاستاذ عماد وحيد الحقيقه للامانه هذا الاخ العزيز الفاضل والاستاذ كامل زاهر من الجانب المالي. اكيد 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 مجلس الاداره كان يعني خطته ان هو بيعمل حاجه ليه كان النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي اكيد اكيد الاهلي واعضاء النادي الاهلي اكيد وجماهير النادي الاهلي طبعا ومكانه النادي الاهلي صحيح صحيح. وكمان ما ننساش مجهود الدكتور محمد يحيى المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي بفضل علاقاته القويه بمنطقه التجمعات في هذه المدينه اللي سهل لنا كتير عشان نقدر اننا نوصل لمنطقه الاستلام صحيح اللي احنا شفناها قدامكم يعني على الشاشه. واللي هو شين شمس بقى ما ننساهوش برضه. طبعا اللي هو شين شمس ده يعني ده قيادة التنفيذيه طبعا الراجل القائد للقياده التنفيذيه في النادي الاهلي وجميع الادارات التنفيذيه جوه النادي حقيقي بتشتغل كلنا كتيم وورك صحيح ولولا كده ما كانش يبقى ده اثار النجاح صحيح صحيح. اديني بعض بقى التفاصيل عن الارض والشكل ان شاء الله هيبقى فيه ازاي ان شاء الله النادي عمرو. هي الارض زي ما قلت لحضرتك مسطحها 50 فدان هي ان شاء الله بعد ما استلمنا الارض يحصل حاجه اسمها المخطط الوزاري بعد استلام العهد. تمام. بعد ما نخلص المخطط الوزاري القرار الوزاري بتاعنا ناخده على المخطط الرسمي للارض اللي تم اعتماده من مجلس الاداره بعد المناقصه اللي اتعملت من اكبر مكاتب استشاريه. احنا شغالين في الخطوه دي فعلا عشان استخراج القرار الوزاري نبتدي اجراءات التراخيص وبعد كده عمليه الرسومات التنفيذيه والمؤسسات لاعمال الطرح والبدء في التنفيذ ان شاء الله. الارض مقسومه الى مرحلتين في التنفيذ، مرحله اولى ومرحلة ثانية. المرحلة الأولى مدتها حوالي 18 شهر تقريبا من بدء عملية التنفيذ وبتشمل مبنى الاجتماعي، مباني التنس، ملاعب تنس، ملاعب راكت، ملاعب سلة، مباني خدمات ملاعب، مبنى ملاعب كرة يد، ملاعب خماسي، ملاعب كرة قدم، مبنى أكاديمية للكورة، ساحة عرض، منافذ، مطاعم، مرحلة أولى وثانية، حمام سباحة عائلي، حمام سباحة أطفال، مبنى حمام السباحه الجيم، مدخل حمامات السباحه، مباني خدمات، مكتبه اطفال، سيارات تراك عجل، دراجات، منافذ بيع، حديقه اطفال، جامع، حديقه مبنى اجتماعي، حديقه العائلات، منافذ بيع ثانيه، وحديقه نافوره، ومدخل اكاديميه كوره، كل ده يلبي الريكويرمنت بتاع كل طلبات الاعضاء ان شاء الله هي والمرحله الثانيه بعون الله. ان شاء الله. مسطح البناء المسموح لينا بالارض في التجمع الخامس ان شاء الله. الاجمالي مسطح الارض هو 208,000 متر مسطح سنه 37، النسبه البنائيه المسموح بها هي حوالي 105,000 متر. عندنا مسطح للطرق ومسطح للادوار الارضيه ومسطح ملاعب مكشوفه، مناطق حمامات سباحه، مناطق خضراء، طرق خارجيه. يعني تقريبا بنلبي جميع طلبات الاعضاء داخل هذا المسطح اللي هيبقى صرح رياضي رائع جدا وهيبقى مكان يفتخر بيه النادي الاهلي اعضاء وجماهير. حقيقي. يعني احنا بنبارك لحضرتك يا باشمهندس واكيد يعني ده حاجه يعني في البدايه هو زي ما انت احنا بنقول هو هرم رابع امتداد لاعضائه في التجمع الخامس محبي وكل ما يعني حابب انه يبقى موجود في النادي الاهلي ان شاء الله في من سكان التجمع الخامس والقريبين من هناك فبالتالي دي حاجه محترمه يعني بتحسب لمجلس اداره النادي الاهلي في التوقيت الحالي ايضا ان شاء الله بيستكمل ان احنا نعمل هذه الانشاءات في اقرب وقت بامر الله دي تبقى ايضا حاجه مميزه جدا. بشكرك باشمهندس مصطفى يعني مدير الاداره الهندسيه بالنادي الاهلي الف مبروك طبعا لكل محبي واعضاء النادي الاهلي بهذا الفرع الرابع والهرم الرابع ان شاء الله تتوالى بامر الله انجازات النادي الاهلي ككيان انجازاته يبقى متواجد في كل حته في مصر زي ما كنا بنحاول كده بنفكر طلعنا نعمل اكاديميه في الكويت نقدر نعمل اكاديميه في مناطق اخرى ايضا النادي الاهلي ليه محبين في كل حته في الوطن العربي اكيد دي في الخطه التسويقيه اللي ممكن تبقى موجوده في وقت من الاوقات. استاذ اسامه خليني انا قطعت حضرتك استاذ محمد ولا تحب نروح لاستاذ اسامه وتكمله السؤال انا ما موقف النادي الاهلي في حاله او اللجنه الاولمبيه في حاله صحه قرار او صحه موقف النادي الاهلي من اجراء التصويت على اللائحه الخاصه به على يومين ولو طلع فعلا ان شاء الله بامر الله موقفه صحيح ايه اللي ممكن يحصل من اللجنه الاولمبيه وهل الانتخابات هل هتستكمل بالشكل اللي احنا شايفينه على اللائحه الاسترشاديه ولا ايه اللي ممكن يحصل الموضوع اتلخبط بشكل كبير لو تم الاقرار بهذا الموقف موقف النادي الاهلي. اقول حاجه بس في البدايه ان المشكله مش في لجنه التسويه والمنازعات في اللجنه الاولمبيه والتحكيم. اوكي. اللجنه دي بتضم رجال قضاء يعني اعضاء اللجنه بتضم رجال قضاء
الناس كلها محترمه، ناس بتطبق الى حد كبير جدا القانون حسب الاوراق طبعا دول يعني بنتكلم ان لا قضاء وبعض والمستشارين موجودين والقضاه طبعا حاجه المشكله مش في دي ناس محترمه طبعا المشكله مش في دي المشكله في الخطوه اللي قبلها الخطوه اللي بيحصل فيها التسويف يفوت علينا بكره يا سيد والنهارده لا تأجيل وتأجيل والمماطله والحاجات دي هي دي المشكله لان في قرارات او في حاجات كتير جدا بتصدر تاني يوم من اللجنه الانبيه لانها خلاص بتحلها اوريدي على لجنه التسوي والتحكيم تمام فخلاص دي خدت وقتها فبتحصل يعني انا مثلا اتحاد اليد اول امبارح في طعن اتقدم تاني يوم على طول اتنظر الطعن تمام واتصدر فيه الحكم بخلاف مثلا الحاجات اللي فيها مشاكل الحاجات الاشكاليه الحاجات اللي فيها نزاعات او اختلاف او اللي مش جاي على هوا اللجنه الانبيه زي ما قلت لحضرتك قبل كده فدي اللي بيتم فيها التسويف بقى الجواب لسه ما وصلش ده بكره ده بعده ده اللجنه تجتمع ده هنختار حد مش هنختار حد ده الدوائر مشغوله ده كده يعني ده عاوز اوضح النقطه تمام جميل كويس ما هو خلي بالك ما هو حال موجود تمام بالشكل عام بالنسبه بقى لموضوع هل الانتخابات باطله ولا مش باطله او هتبطل او مش هتبطل انا بقول لحضرتك معظم الانتخابات في الاتحادات والانديه مهدده بالبطلان اي حد ممكن يروح يرفع قضيه بعد انتهاء الانتخابات هيحصل فيها مشاكل كتير جدا اصلا كمان دلوقتي يعني مش هقول يعني هي مش مفاجاه ان في اصلا اتحادات اترفع عليها تم الطعن على نتيجه انتخاباتها ده في مرحله اولى في اللجنه الاولمبيه بعد كده الناس دي هتتوجه لو ما خدتش حقها من خلال اللجنه الاولمبيه هتبتدي تتوجه للقضاء العادي اللي الدستور ما حرمنيش منه الدستور بيكفل ليها الحق اللجوء لهذا للمحاكم ده دي النقطه اللي بقول لك دي النقطه اللي انا بقول لحضرتك عليها فيها ايه القانون فيها نقطه متضاربه شويه مع الدستور طيب. اما فيما يخص بقى موضوع اعضاء الفرع هل هم اعضاء اصل او دي انا عايز أصلاً انا عايز اخد بس فيها. انا قبل الفرع لان انا هخش على حته الفرع ما انت عندك دي مشكله تانية بتواجه اللجنه الاولمبيه ممكن في وقت من الاوقات تبطل الانتخابات القادمه ايا كان من مجلس اللي هيبقى متواجد لكن انا بكلمك على موقف النادي الاهلي اذا كان صحيح في موقفه وتم الحكم بهذا الموضوع بخصوص النادي الاهلي وانت فاتح اوريدي خلاص او فتحت انت خليت النادي الاهلي يفتح الانتخابات القادمه على اللائحه الاسترشاديه تمام ما هو الموقف في الحاله دي؟ ما انا قلت لحضرتك لو القرار بتاع لجنه الفض التسوير التحكيم او فض المنازعات في اللجنه الاولمبيه لم ياتي كما يرى مسؤول الاهلي في صالحهم لهم الحق ان هم يتعانوا عليه او يرفعوا قضيه على حسب القانون الرياضي الجديد ماشي. المحكمه الدوليه لو المحكمه الدوليه بقى حكمت المحكمه الرياضيه الدوليه حكمت بصحه موقف النادي الاهلي في هذا الوقت يبقى كل اللي احنا عملناه ده راح في الهواء وتعاد الانتخابات مره اخرى اديك مفاجاه هشام حضر بنفسه وقايلها مش ده الكلام ده مش يعني قدام ناس كتير قوي ايام اول حد اخترع موضوع ان الانديه تحت ولايه اللجنه الاولمبيه استاذ محمد أيوه. كان ايام المشكله اللي قبل كده مشكله المجلس السابق للنادي الاهلي وايام مشاكل الانديه كتير وايام فرج عامر كان المستشار خالد زين وبدا الاعضاء يقولوا ان الانديه دي علشان هي اعضاء في الاتحادات فبالتالي بقت جمعيه عموميه للاتحادات فبالتالي الاتحادات دي جمعيه عموميه للجنه الاولمبيه فبالتالي ان الانديه دي تحت اهليه او تحت ولايه اللجنه الاولمبيه هشام حطب نفسه ما كانش موافق على الكلام ده وكان معترض على الكلام ده وقاله في اكتر في قعدات وجلسات معلنه يعني هو نفسه ما اعرفش يعني عاوز يعني دخل في الموضوع كده يعني على غير هواء او على غير قناعاته وقناعاته اصلا اتغيرت كتير جدا ومواقفه اتغيرت كتير جدا في الفتره ما قبل ما يكون رئيس اللجنه الاولمبيه والفتره اللي كان فيها نائب رئيس كل اللي انت بتشوفه ده كل ده مش قناعاته ومش مبادئه اللي كان بي 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 يقوم بترديدها قبل ما يتولى اللجنه الاولمبيه ويبدو ان الكراسي بتغير واحنا شفناها في حاجات كتير قوي مش في اللجنه الاولمبيه بس في اتحادات وفي انديه وفي كل كرسي بيغير وانا يعني لا احترم الراجل اللي بيجي يغير قناعاته فجاه كده مره واحده بيجي يقول لك ان ده كان العمليه دلوقتي يعني ايه المفروض انها غير العمليه ما انا كنت رئيس لا مفيش حاجه اسمها كده عاوز بس برضو اقول حاجه للجنه الاولمبيه اللي بتتدخل في كل كبيره وصغيره في الانتخابات كل الانتخابات دي زي ما قلت لحضرتك مهدده بالبطلان بتتدخل في منح ومنع لاعضاء الاتحادات اقول لك على واقعه اتفضل وانا قلتها قبل كده في مندوب من احد انديه الفيوم ده راجل عضو في نادي وكان مندوب في انتخابات اتحاد التايكوندو مندوب في انتخابات اتحاد التايكوندو والمندوب ده مترشح في انتخابات اتحاد العاب القوه تمام هشام حطب كلمه قبله قال له صوتك
صوتك لفرج العمري. فرج العمري ده كان مرشح ضد كابتن عمرو سليم اللي هو فرج العمري سقط في الانتخابات العمريه كان رئيس بس هشام حطب قال له صوتك لفرج العمري مقابل ايه بقى؟ ان انا هرجع لك 5 هيئات يبقوا اعضاء في الجمعيه العموميه لالعاب القوى. معقوله؟ ومع ان الشروط لا تنطبق على هذه الاعضاء. دي العمليه بتدار كده، العمليه بتدار. معقوله؟ في الانتخابات والجمعيه العموميه والله حصل. والراجل ده حصل خناقه كبيره جدا يوم يوم انتخابات اتحاد التايكوندو، واسال كل الناس اللي كانت في اتحاد التايكوندو. يعني ده نموذج من النماذج اللي بيدير بها. طب انا عايز اسالك يا اسامه، طب هو ليه يعمل كده؟ يعني ليه؟ يعني ليه؟ انا مش يعني ليه؟ عشان ايه؟ اولا هشام حطب عمل برضه اللائحه وعمل انتخابات الجمعيه العموميه قبل نهايه انتخابات الاتحادات. وده برضه مخالف للقانون. لان اللي هينتخب اعضاء الجمعيه العموميه هم الناس اعضاء الجمعيه العموميه للاتحادات. نعم. تمام كده؟ اللي هينتخب مجلس اداره اللجنه الاولمبيه. وانا من حقي كاتحاد اترشح او ارشح حد من عندي. فهو في ناس هو مش عاوزها، يعني في ناس مش عاوزها. فبالتالي فتح باب الترشيح في انتخابات اللجنه الاولمبيه في السر اولا، الناس عرفت بعدها بيومين، يعني الناس عرفت ان انتخابات اللجنه الاولمبيه تم ترشح ليها بعدها بيومين. ثانيا قبل الناس، فرج العمري صديق شخصي وفي مصالح شخصيه بينه وبين هشام حطب، ويدخل لي هشام حطب دلوقتي او يدخل لي فرج العمري دلوقتي على التليفون انا ما عنديش اي مانع، او يدخل لي في المناظره ما عنديش اي مانع. لا انت راجل ليك مصداقيه، انت بقالك سنين ليك مصداقيه محدده. والراجل المندوب ده بتاع التايكوندو ده الناس اتخانقت معاه في أي يوم الانتخابات وقدام اللجنه الانتخابيه. كل ده هي دي هشام حطب عاوز ناس معينه معاه، عاوز ناس معينه معاه في اللجنه، يعني عاوز ناس معينه في اللجنه. واللي احنا بنشوفه ده والعك اللي احنا بنشوفه ده هنشوف اثره على نتائج اللعبات دي وعلى الرياضه المصريه في السنتين ثلاثه اللي جايين. الناس كلها متفرغه دلوقتي للخناقات الانتخابيه. بقى في اجرام في الوسط الرياضي، في اجرام انتخابي، في اجرام لوائحي، الناس كلها بتدوس على اللوائح، بتدوس على القانون، ما حدش بيطبق حاجه، كل واحد بيطبق اللي على هواه، كل واحد عاوز الحته دي، وكانها خناقه على يعني على كرسي. والناس بتقول لك عمل تطوعي، عمل تطوعي فين؟ ايه الخناقات دي؟ وايه المشاكل دي اللي في عمل تطوعي؟ كل الخناقات دي وكل الفلوس اللي بتتصرف دي. اقول لك بند ظريف قوي كده، بقول لك هنا برضو في اللائحه، نفس اللائحه اللي هو هشام حطب عدلها بمزاجه بتاع العاب القوى، قال لك ممنوع على الاتحاد ان هو يستضيف اعضاء الجمعيه العموميه او مندوبينها يستضيفهم. كويس؟ طب اساله كده، هو بيستضيف الناس ولا بيستضيف الناس؟ طيب مش في اللجنه بس، ده بيستضيف ناس تطوعا لبعض الاتحادات عشان ينجح رجاله فيها. لا انا مش مستوعب، مش مستوعب اخرها كان الشباب اتحاد الجود، يعني لا اخرها معلومات خطيره جدا، انا مش مستوعب يا استاذ اسامه. معقوله من يومين انتخابات اتحاد الجودو اللي كان كل هدفه يسقط فيها اللي هو سامح مباشر، مفيش علاقه شخصيه بين اللي هو سامح مباشر ده شخصيه رياضيه وطنيه وراجل يعني له افضال وايادي بيضاء على الرياضه المصريه. والله العظيم واحد دخل الانتخابات وعليه اكثر من 50 حكم، اكثر من 50 حكم، وهشام حطب مرر الموضوع ده، يعني 50 حكم، 50 حكم قضائي في الوقت اللي هو بيتجاهل اصلا احكام القضاء، احكام القضاء. انا ما اعرفش ازاي بيتجاهل الاحكام دي، ازاي اصلا بيتلاعب بالقانون بالطريقه دي. انا ما اعرفش الناس سايبه ليه، والله ما سايبه ليه، ومحدش يجي يقول لي الوزير اتدخل. الوزير اصلا شايف وباصص وعارف وساكت على كده، بالتالي هو موافق على كده، بالتالي هو موافق على كده. لا ما اعتقدش ان الوزير يوافق على لا انا اعتقد، طالما ساكت، طالما شايف وساكت يبقى موافق. بدليل حاجه صغيره قوي، لما حصل مشكله ان الجمعيه العموميه بتاع الاهلي على يوم قالوا على يومين، بعدها بكام يوم طلع الوزير قال كان الحل، وقال الحل في احد البرامج التلفزيونيه. طب يا راجل انت كنت ساكت ليه؟ طب ما طلعتش قلت ليه كنت هخلص لنا الموضوع ده؟ وعاوز اسال المهندس هشام حطب بس اقول له من الشيطان الذي اوحى لك ان الجمعيه العموميه لاي نادي لا تصح اذا تم عقدها على يومين؟ فين القانون اللي بيقول كده؟ فين اللائحه اللي بتقول كده؟ مفيش نص، مفيش اصلا نص يقول كده، مفيش نص يمنع، نص واضح وكلام واضح بقى. ويجي الوزير بعدها يقول لك والله لو كانوا قالوا ان الجمعيه اجتماع مفتوح او ممتد كان ينفع. يا سلام يا رجل، ده انت رجل الرياضه الاول في مصر، ده انت وزير شباب الرياضه. طيب انت وزير شباب الرياضه يعني. طيب خلينا يعني احنا ما زلنا في هذه جزئيه النادي الاهلي. انا حاجه تنرفز، هو كلامنا يعني او كلام النهارده انا منصب، احنا داخلين على انتخابات النادي الاهلي، وده من القلعات او القلاع الموجوده في الوطن العربي رياضيا. فانا يهمني جدا ان تبقى الامور ماشيه فيه سليمه عشان اي هذا النادي الاهلي ده بتهز الرياضه المصريه بشكل كبير. استاذ محمد خليني اقول لك، اعضاء فرع شيخ زايد اللي حضرتك كنا بنتكلم عليه في حاله وجود الانتخابات، وما زال اللجنه الاولمبيه ما بعتتش الرد الخاص بانتخابات او مشاركتهم في الانتخابات او من عدمه. اوكي ايه الموقف لاعضاء فرع الشيخ زايد، والموقف بالنسبه للانتخابات في الحاله دي؟
انا طبعا هتبقى في ازمه كبيره جدا، وهنعيد السياق الاشكاليات دايما، المشاكل اللي حصلت ما بين الاهلي واللجنه الاولمبيه، او المشاكل اللي فرضتها اللجنه الاولمبيه على النادي الاهلي، هنعيدها برضو تاني ونتحط في ازمه تاني وتالت ورابع. لكن انا عايز اقول لك على حاجه، انت عندك النهارده نص قانوني او حكم قضائي بيقول من حقيه هؤلاء ابناء النادي الاهلي في 6 اكتوبر ان هم يشاركوا في العمليه الانتخابيه. انا النهارده او ان هم اعضاء عاملين في النادي الاهلي، او من حقهم ان هم دايما يشاركوا في اي جمعيات عموميه، وانت شاركتهم قبل كده. انا اسف يا محمد، معلش انا اسف والله، انا افتكرت حاجه مهمه جدا. اتفضل. ده وزاره الشباب والرياضه نفسها بعت جواب للنادي الاهلي بتقول له كده. وزاره الشباب والرياضه نفسها بعت حكم قضائي ان اعضاء الشيخ زي اعضاء الفرع عموما يعني في اي نادي هو هو كالاصل سواء مدير الشباب والرياضه. ايوه لانه يتسجل. هو لما قالش كده، لو ما عملش الراجل بتاع مدير الشباب والرياضه ده ازاي؟ ما هو مدير الشباب والرياضه هي وزاره الشباب والرياضه، هي الهيئه الاداريه يعني، هي الجهه الاداريه. صحيح، هي كده. مش اللجنه الاولمبيه قالت لك لا يحق لاعضاء فرع الشيخ زايد التصويت على اللائحه اللي في المره اللي فاتت، ولا انا غلطان؟ صحيح. ايوه قالوا كده، ما هو قالوا كده. ولكن النادي الاهلي ينفذ حكم قضائي. انت طب انا عايز اذكرك في حاجه، اصله في ناس يعني عارف زي ايه، اللي يحاول لا يشارك في انكسارات الاهلي. اي نادي في الدنيا بيبقى فيه انكسارات وفيه انتصارات، دايما في ناس كده في الانكسارات ولا كانهم شايفين. اول ما تيجي على طول او بشائر الانتصارات تلاقي كله عايز يدخل في ايه، في الشو يعني، يدخل في الكاميرا قبل مثلا النهائي بتاع الافريقيا، يقول لك كل القوائم مش عارف، يقول لك الاهلي ان شاء الله هيفوز، لا هيفوز مش عارف ايه. اول ما الاهلي ما فازش بالكاس ولا كان واحد موجود، مفيش حد يقول كلمتين لوحد الله، كلمتين نفسيا عشان اللعيبه عشان الجمهور، اللقطه ولا بتاع. هي نفس الامر النهارده. انا اتذكر لما الاهلي نفذ القرار الحكم القضائي كويس، تاني يوم على طول احد المرشحين راح الشيخ زايد، خد الصوره، قعد مع اربعه كده، خد الصوره وعمل زوم ونزلت مش عارف في المواقع انه راح زار مش عارف ايه. حتى مدير النادي قال له طب اتفضل يا فندم زور النادي، اول مره يروح المقر بتاع الشيخ زايد تحفه. قال له اتفضل شوف البتاع، قال له وقت تاني مش عارف ايه، عشان ما يقولش انه في انجاز او. فانا عايز اقول لك انه هناك تاثير من البعض داخل العمليه الانتخابيه على القرار في اللجنه الاولمبيه. لكن احنا بما يرضي ربنا النهارده، أنا كشخصيا لو صاحب القرار في النادي الأهلي، صاحب قرار الرياضي، عليا أن أنا أوافق أن أعضاء الجمعية العمومية في الشيخ زايد أن هم يشاركوا في العملية الانتخابية بصرف النظر عن أي شيء خالص. تيجي تقول لي بقى إبطال العملية الانتخابية بعد كده، لابد من الأمر على الأقل أجتمع أنا المهندس محمود طه، عليه أن يجتمع، أو المهندس السيد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، عليه أن يدعو جميع الأطراف. وهذه القضية تحديدا لا تستدعي أنه الوزير يقول أنه هذا شأن الرياضيين أو شأن اللجنة الأولمبية أو شأن لجنة المنازعات. القانون واضح، القانون النهاردة ما يبقاش في لجنة المنازعات بشكل، ويبقى في المحاكم بشكل. هناك نص قضائي وحكم قضائي علينا أن نحترم، نحن في دولة القانون، ونحترم دائما القائمين على القانون، وهم علماء القانون والذين أسروا الحياة النيابية والقانونية في مصر والدول العربية والعالم. عندنا فقهاء، لابد أن احنا نؤكد هذا الاحترام من خلال نحن نعمل اجتماع ما بين المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضه، والمهندس محمود طاهر، والسيد رئيس اللجنه الاولمبيه، وبعض القانونيين في مصر اصحاب السلطات او اصحاب القرار العالي في السلطه القضائيه، عليه ممكن من ينضم السيد وزير العدل، يبقى في ضمانه قانونيه. لانه النهارده انت كمجلس اداره لو لم تشارك هؤلاء ابناء النادي الاهلي في الشيخ زايد، كيف هو الامر وكيف سيكون الامر في حاله تعرض مجلس اداره المجلس الاداره الحالي للحبس لا قدر الله؟ من الذي سيضمن عدم حبسه؟ من الذي سيضمن عدم توقيع عقوبات على مجلس الاداره الحالي؟ يبقى النهارده نقعد بقى نسقف للجميع. يعني احنا بنفترض واحد بيعمل الصح، واحد بيعمل الخير، واحد بيتعامل بشفافيه، ثم يفاجئ بهذا المردود الغير منطقي. احنا بنتكلم في دوله القانون، وانت يا محمد الحمد لله النادي الاهلي اللي عايز بيعترض، او مش دي قضيه، احنا بنتكلم في قضيه ليست ما فيهاش شخصنه لحد، وما فيهاش هجوم على حد، وما فيهاش عورات لحد، لكن احنا بنتكلم على نص قضائي، الاهلي يمتلك نص قضائي. انا يعني علامات استفهام كبيره جدا لما مدير النادي النهارده او الموظفين في النادي يروحوا يبعتوا للجنه الاولمبيه يقولوا لهم قولوا لنا هنعمل ايه في الانتخابات المقبله، كيف هو الامر، ثم الردود التي تصل الى النادي الاهلي لا تعبر عن منطق او راي واضح يؤكد انه
انك بتستند للقانون او انك عالجت الاشكاليه الموجوده حاليا فيما بين تنفيذ القانون والحكم القضائي وفيما بين تنفيذ حقوق ابناء النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد. فانا شايف انه هذا الطرح اللي انا بطرحه يعني من الافضل وباسرع وقت ممكن، وانا اثق في المهندس خالد عبد العزيز، وانا بانشده من خلال برنامجك انه يدعو السيد وزير العدل والسيد رئيس اللجنه الاولمبيه والسيد رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وجميع القائمين والخاصين المرتبطين بقضيه الشيخ زايد حتى يعني نضع حلول لهذا الامر. لا يجب الانتظار الى هذا الروتين الذي يمكن ان يعصف بحقائق ويمكن ان يعصف بحقوق اعضاء الجمعيه العموميه. احنا ما ينفعش النهارده انك انت كالنادي الاهلي بتستفسر عن اشياء قانونيه تقعد فتره كل هذا الامر. يعني النهارده مدى قانونيه النادي الاهلي بيستشكل على قرار اللجنه الاولمبيه بيستفسر وبيستفسر ثم تقعد كل ده. يعني انا شايف يعني من الاهميه كنادي اهلي ونادي كبير ونادي عريق وهو احد المؤسسين والقائمين والدرع الحامي للرياضه المصريه ان انا اقعد كل هذا التسويف واقعد كل هذا كل هذه الفتره يعني يعني علامات استفهام كبيره جدا. وانا مش عايز اظلم حد وما اقولش حد لكن انا بحترم الجميع، لكن هناك علامات استفهام عقلي غير رافض تماما لما يحدث في هذا الامر. طيب استاذ اسامه لو عندك تعليق على اخر حاجه بس هقولها في الموضوع ده، يعني مع احترامي الشديد طبعا للاستاذ الاستاذ محمد ابو الخير، الموضوع لا محتاج دعوه ولا محتاج جلسه ولا محتاج قاعده ولا الكلام ده، في حكم قضائي يتنفذ ولا ما يتنفذش؟ ده السؤال اللي انا بساله للناس المسؤوله في البلد، في حكم قضائي يتنفذ ولا ما يتنفذش؟ ده سؤال كمان لهشام حطب، هو لو ايه المشكله لو اعضاء اي فرع شاركوا في انتخابات النادي الاصلي؟ ايه المشكله؟ عاوز اقعد برضه افهم، يطلع يقول ايه المشكله؟ ايه المشكلات القانونيه المترتبه على ذلك؟ يطلع يقولها في ظل صدور قانون بالنسبه للنادي الاهلي حكم قضائي التوافق المشكله. لكن هي كانت النقطه المستنده على ان فرع الشيخ زايد هو كان دافع فلوس معينه عشان يبقى متواجد، وده كان في البدايه وهم بيشتركوا في النادي موجودين في فرع الشيخ زايد، لكن كماده جديده في او موجوده في الدستور ان ما فيش تمييز في اي منشاه ما بين الافراد والمواطنين، فعلى اساس كده اخذوا الحقضاء بهذه الجزئيه. ونادي الزهور ما خد حكم وحضره الجمعيه العموميه. الزهور نفسه، انا اقصد الزهور على فكره استاذ محمد فكرني، الزهور نفسه واخد حكمه كده وحضره، يبقى حضروا الانتخابات في لو استنى بقى كده اللجنه الاولمبيه وافقت على كده، وزاره الشباب والرياضه وافقت على كده. طب ليه التفرقه يعني؟ بمناسبه اللقطه يا استاذ محمد فكرني بحاجه مصر ده عشان في التجمع وده في ممكن بمناسبه بس اللقطه اللي حضرتك قلت عليها بس موضوع اللقطه يعني وكده، عاوز اقول حاجه بس ان ماتش اوغندا كان فيه مجلس وزراء مصغر، عشان كانت تبقى فيه لقطات كتير ماتش اوغندا الوصول لكاس العالم، مجلس وزراء مصغر كان حاضر الماتش. صحيح صحيح الحاجات دي يعني. صحيح. كمان عاوز اقول عايز اقول حاجه يعني انت بتختلف معايا تقول ان وزير الشباب والرياضه مش موافق على كده، انا بقول لحضرتك طالما شايف لا انا بقول ان وزير الرياضه بيحترم القانون وانا اثق في هذا. في هل وزير الرياضه نفذ حكم القانون الحكم القضاء بحال اتحاد الكره؟ هو اداهم فرصه انه يستنفذوا وحتى الان هناك قضيه في المحاكم، كل اللي خلصوا كل يا استاذ محمد نعم. اولا وسياده الوزير تجاهل احكام القضاء في حال اتحاد الكوره، تجاهل احكام القضاء في اكثر مشكله في الاتحادات، وزير الشباب والرياضه وهشام حطب تجاهل عمليه اجراء الانتخابات في اتحاد كرة القدم، اتحاد كرة القدم انتخاباته اللي فاتت مخالفة فجة للقانون، وعدم إجراء الانتخابات في الفترة الحالية مخالفة كبيرة فجة للقانون. لا في دي ازاي؟ ده هو لائحته متسقة مع لائحة الفيفا. جميل جميل جميل. هم احترموا لائحة الفيفا. ولائحة اتحاد الطايرة معتمدة من الاتحاد الدولي، ولائحة اتحاد اليد معتمدة من الاتحاد الدولي، ولائحة اتحاد التايكوندو معتمدة من الاتحاد الدولي، ولائحة اتحاد ألعاب القوى معتمدة من الاتحاد الدولي. طب ليه الاتحادات دي ما عملتش انتخاباتها ايامها؟ يبقى في تضارب في التعامل. ليه تم منعها؟ انا بقول لحضرتك اقامه الانتخابات في الفتره دي مخالفه للقانون، وعدم اجراء الانتخابات دلوقتي برضه مخالفه للقانون، واحنا عارفين كويس قوي الانتخابات اتعملت في اتحاد الكوره وتم التعجيل بها ليه؟ احنا عارفين ليه اصلا؟ دي كانت اسهل فرصه نوصل بها كاس العالم، فلازم ناس معينه هي اللي تكون موجوده في الاتحاد عشان نوصل بهم كاس العالم. لا لا يعني ده تفسيري، ده هو ده تفسيري. خليني وجهه نظري، اتحاد الكوره في اشكاليه، انت صعدت لكاس العالم والناس كلها عايشه مود كويس واحنا ما بنصدق ان عندنا حاجه. هو ده بقول كده ده هيمنعنا من الصعود لكاس العالم؟ لا ما اقصدش، لكن في الاساس ان احنا بنحترم القانون. انا بقول لك ان احنا ما بنحترمش القانون في البلد، احنا المسؤولين ما بيحترموش القانون. المسؤولون لو بيحترموا القانون ما كانوش عملوا كده،
كانوا عملوا انتخابات في اتحاد الكوره. بص يا استاذ اسامه، واضح ان احنا في مرحله صعبه جدا. انتخابات كامله على اتحاد الكوره، انتخابات كامله على اتحاد الكوره. احنا انما بيدوا، معلش يا استاذ كابتن محمد، عشان انا وقتي بينتهي. القانون بينداس عليه في كل الاتحادات المصريه دلوقتي. القانون بيتداس عليه، محدش بينفذه. اللوائح بيتم تفصيلها لناس معينه برعايه رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، وانا اعرف ان في ناس اعضاء في اللجنه الاولمبيه معترضين على حاجات كتير جدا بتحصل. لا لا ما اعتقدش. هرجع لك. لا 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 هرجع لك. لا هو اقول لك في ناس معينه، ناس معينه، خليني اقول لك معلومات. مفيش ولا واحد طلع، في ناس معينه من اللجنه. حماده المصري طلع مره اعترض على حاجه عملوا له. طب عشان حطب بعد جواب لاتحاد الكوره يمنعه من الدخول. هو واضح ان في تضارب في التعامل مع بعض الملفات الممثله. تعمد يا كابتن محمد، تعمد من اللجنه الاولمبيه، تعمد من اللجنه الاولمبيه. تمام. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا، يعني وقتنا كان ضيق جدا. الامور خاصة بهذه الأمور، خصوصا إن احنا في وقت صعب جدا للرياضة المصرية، ووقت انتخابات وفي أمور بتتعامل مع أندية أو اتحادات مختلفة عن أندية واتحادات تانية، الموضوع مش بنفس المكيال. ده مفيش مكيال خالص. ما هو زي ما تقول مفيش مكيال خالص. بشكرك يا أستاذ محمد. أنا بشكرك جدا والله، وأسامة وحشني من زمان قوي، وأنا استفدت من الحلقة ديت. احنا بنستفاد من حضرتك طبعا باستمرار. أيضا أستاذ أسامة برحب بشكرك ومنور دايما باستمرار. أكيد في حلقات ممكن نقدر نتكلم بشكل اكتر يكون وقتنا يسمح بالجزئيه دي. يعني بعد الفاصل يكون معايا الناقد الرياضي احمد فاروق، وايضا الناقد الرياضي وليد الحديدي. شفنا امبارح ايطاليا وخروجها من او عدم وصولها لكاس العالم نتيجه طبعا يعني تعادلت مع السويد في المباراه الثانيه في بوفون. ايطاليا ما زعلناش على بوفون حاجه تزعل طبعا، حاجه حزينه ان يبقى بوفون ما يبقاش موجود في كاس العالم. يعني بعض الامور الخاصه بالتصفيات الاوروبيه لكاس العالم، ايضا في بعض المباريات الوديه اللي ممكن تبقى شغاله. يعني عندنا الارجنتين ونيجيريا شغاله في التوقيت الحالي 3-2 حتى الان في الشوط الثاني لنيجيريا. في مباراه النهارده المانيا وفرنسا الساعه 9:45، انجلترا والبرازيل الساعه 10، وروسيا واسبانيا 8:45. يعني مباريات وديه، ولكن طبعا مباريات لها ذوق. وطبعا هنتكلم على هذه المباريات وايضا على مفاجاه كاس العالم خروج ايطاليا امام السويد، ولكن بعد الفاصل.